شو عم تستنوا افتحوا لي الباب لسيترا؟ ها سيترا نورتي حبيبتي. خش كان لسيترا. جوزي وصلها لسيترا وراح، ولا سيترا اجت عند البنات مشان يتسلوا مع بعض. نورتي حبيبتي سيترا، تفضلي فوتي. بدك توصلي ليان كمان. يا عمري شو حنونة. سيترا بتكون بنت اختي من جهة وبنت عم البنات الله يرحمه. ايلين وهيبي لك قوموا جيبوا لها مي لسيترا بتكون عطشانة. هيبي رجعي راحت هيلين، انت عدي. هيلين كشكت نبجاس. شو رح تعملوا فيها؟ اليوم سيدرا وهيفي رح يعملوا مقالب يوم كامل بهيلين. الفيديو كتير حماس وجاهزين البنات. ساعة يا هيلين لحتى تجيبي كاسة مي لسيدرا. وينك لهلا؟ أنا سوق سبو لما دم أريضه. ايوه ايوه ولا يهمك حبيبتي. قال قال نريد جديوسوس دور هيلين جيرجس. اول مقلب رح تعمله سيدرا بهيلين رح تحط المعكرونة بتمها ورح تحكي لهيلين طقيلي رقبتي، ورح هيك يعني هي تكسر المعكرونة بأسنانها. خلونا نشوف شو رح يصير. طقيلة رقبتها هيلين، حرام عم توجعها. لا توجعيها كتير، شوي شوي. لك هاد مقلب يا هيلين يا مجنونة. شكلها هيلين عن جد خافت. سيترا كانت حاطة معكرونة بتمها وقت انتي حركتي رقبتها فهي عضت عليهم. والمقلب الثاني شو هو؟ انا برأيي مو بس تحطوا الفلفل الاسود، تحطوا كمان شوية ملح مشان هيك يعني الطعمة تكون على مالحة على حارة. سيدرا وهيفي حكوا لهيلين رايحين نجيب لك كورن فليكس مع حليب، وهي عم تستناهم على اساس لنشوف شو ردة فعلها. لا تطلعوا صوت، لك هلا بتشك فيكم وبتلحقكم لهون. لا لك لا تكتري ملح. هيفي لا تكتري حليب، ماشي ماما؟ بس شوي حطي. بس بس لك حاج تحطي حليب. لك هيفي ولك بس هيفي هي يعني عن جد عم تكتر ملح. هيفي شكلها مو بس عم تعمل مقلب، عم تنتقم من هيلين. ابصر شو عاملين مع بعض. هيلين صنعمك كتديك اطيب كورن فليكس مع حليب من تحت ايدين سيدرا وهيفي. شو طيب. سيدرا ليه لعبتك؟ هيلين جاهزة لحتى هيفي وسيدرا يعملوا لك مكياج. لك رح يعملوا لك مكياج بجنن، هلأ رح تشوفي كيف رح تطلعي. يلا هيفي لك لا لا، بالأول ما بتحطوا الظل، بالأول بتحطوا الفونديشن على البشرة عنده. شوف تزعجب 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 هيلين لا تحكي كتير رح يطلعوكي مثل القمر. انت لسه مو شايفة مكياج مثل هيك، لهيك مستغربة. هديك اليوم هيفي حطت لي مكياج انت وبالمدرسة، لك طلعتني فرجة. واو كتير حلو. صار دوري حطوا لك السائل، حطوا لي اياه بشكل كتير حلو مناسب هيك يعني لايق له وشه. هيلين ما تستغربي كتير، هدول عم يعملوا لك شامات على الوش هيك حلوة كتير حلوة. هلا اي لون رح تحطوا لي اياه فوق عيونها لهيلين؟ شو كذا لو نقيته لون حمرة هيك يعني اغبق من هاد، بس كمان بيمشي حاله. انتي عم تحطي له حمرة، ما عم تحطي له كحلة لحتى تحكي له غمضي عيونك. سيدرا كتري له حمرة خدود تطلع احلى واجمل هيك عن جد. صار وقت هيلين تشوف حالها بالمراية. هيلين غمضي عيونك انتي ورايحة تشوفي حالك بالمراية. اتشيرم 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 ا
يا حرام يا هيلين، شو عملوا فيكي سيدرا وهيفي؟ والله سندويج سندويج جميل. هيلين ليش قاعده لحالك؟ جبت لك سيدرا وهيفي مشان يلعبوا معاكي. سيدرا منيح غمضي لعيونها لهيلين، هلا هي رح تتحزر الفواكه اللي رح تحطوا لها اياهم بتمها. جاهزه هيلين؟ صح هيلين، ليمون. وهلا اجى دور الفاكهه الثانيه. صح جزر، برافو. هلا اجى دور الفاكهه الثالثه كمان، عضي هيلين. الصيف شطوره هيلين، حذرتي كذا فاكهه. هلا بقى حذري هاي شو، ولك عضي عضي منيح. ما سقطتك. صح هيلين، هاي كمان حذرتيها، ضل عليكي تحذري هاي. عضي منيح. ايوه. هيلين ماما لوين رايحة؟ نحن آسفين. سيدرا وهيفي لك شو عملتوا؟ هالمرة المقلب رح أعمله أنا فيها، ماشي؟ أنتوا ما تحكوا شي، رح خليكم تعملوا سلطة ورح أقول لهيلين السلطة تبعك مو طيبة. جاهزين؟ يلا. هيلين وهيفي وسيدرا، بدي منكم كل وحدة فيكم تعمل لي صحن سلطة، وأنا رح أختار صحن مين أطيب شي. طبعاً أنا ما رح أعتمد على الشكل أبداً، أنا بيهمني طعمة السلطة تبعكم. وهلأ بلشوا. بالأول رحت خيار، وأنا بدي أحط خس. هيلين حطت خيار بالأول، وهيفي حطت الخس، وسيدرا كمان عم تفرم الخيار. هيلين شو قلت أنا؟ مو قلت إنه ما تهتموا بشكل السلطة قد ما تهتموا بطعمتها؟ أنا بدي أحكم عن النكهة، ما رح أحكم على الشكل أبداً، فبيهمني طعمة السلطة تبعكم كيف تكون. بس كمان ما بيمنع انكم تزينوا صحن السلطة، لانه العين بتاكل قبل التم. انا بان بيني وبزيتون سلطة الزبدة. والله كتير طيب هيك، انا بحب السلطة بس يكون فيها جبنة بيضة وزيتون. برافو هيفي، والله عرفتي تختاري. هيفي عم تعمل سلطة غير السلطات العادية الاعتيادية، عم تعمل سلطة بجبنة وزيتون. هاي السلطة والله طيبة من غير مجاملة. سلطة هيلين تقريبا خلصت، وسيدرا كمان خلصت السلطة تبعها، وهيفي كمان خلص. هيلين معتمدة على شكل صحن السلطة تبعها. سيدرا ما بعرف يعني شو رح تعمل آخر شي بصحن السلطة، رح تتركه هيك ولا رح تزينه؟ ما بعرف. هيفي كمان زينت الصحن تبع السلطة، كل وحدة عاملة صحن السلطة بنكهة مختلفة عن الثانية. وأنا هلأ بدي بس يخلصوا هن، بدي ذوق وأعطيكم رأيي. تا 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 تا، والسلطات صارت جاهزة. السلطة اللي على اليمين لهيلين، واللي بالنص لسيدرا، واللي على الطرف الشمال لهيفي. رح بلش أول شي بسلطة هيلين لأنه هي أكبر وحدة. صحن هيلين أبدا مو عاجبني منظره، استغفر الله، يعني حاشا النعمة. ما بعرف، ما رح أعطيكم رأيي هلأ لدوق سلطة سيدرا كمان. هلأ بعد ما أكلت من سلطة هيلين
ما رح اعطي رأيي لحتى اكل سلطة هيفي كمان وسلطة سيدرا. وهي سيدرا بدي اكل من السلطة تبعك، منظرة بشهي لك سيدرا، لك كيف هيك عاملتي بجنن الصحن. طيب بس ما رح اعطيكي رأيي هلا، كتير عجبني. هلا صار دورة لهيفي. هيفي بحب الجبنة كتير والزيتون مثل ما قلت بالسلطة، فأكيد رح تعجبني. منظرة طالع ما أحلى بجنن. أنا نيبل وكسر الشكل الجزادي الديوصر. سمعينا سكوتك هيلي. هلا بعد ما أكلت 3 صحون السلطة بدي أعطيكم رأيي. هيلين السلطة تبعك 0/10، أبدا مو طيبة. سلطة سيدرا 10/10، وهيفي كمان 10/10. هيلين 0، لا شكل ولا طعم، ابدا مو طيبه. يعني هذا هو رايي، ليش زعلتي؟ ما دخلني، انت عملتيه وما كانت طيبه. كيف بنسويها؟ حتى زوجي عم يشارك معنا بمقالب هيلين يا اختي. حرام، هذا اخر مقلب ما عاد نعمل فيه مقالب، ورح نعتذر منه وان شاء الله بعدين نعطيه هديه، مو بهذا الفيديو، بفيديو تاني. يعني رح نعوضها هدول المقالب اللي عملناهم فيها اليوم. رح نحط بودرة بالبالونة ورح ننفخها، وبعدين شو رح نعمل؟ رح نطقها فوق راس هيلين. هيلين نحن آسفين لك، ما عاد نعمل فيكي مقالب. سوري ماما. هيك بيكون خلص الفيديو تبع المقالب بهيلين. Niye bugün beni üzdünüz? Hayley kusura bakma, şaka yaptık. هيلين لا تزعلي منهم، لك سيدرا وهيفي بيحبوكي. Da onlarla konuşmayacağım. لا هيلين. ماما رجعي سامحيهم. Lütfen barış bizimle. خلص هيلين سامحيهم مشاني. ماشي؟ هيلين يلا مشاني سامحيهم. خلص سامحيهم هيلين، حرام. سامحيهم هيلين مشاني، يلا سامحيهم. Onlar affetti ama ben de onlara şaka yapacağım. ايه ماشي خلص، امتى ما بدك انتقمي منهم وانا جاهزه اكون معاكي. إذا لهلا عم تشوفوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة. رابط قناة هيلين وهيفي بالوصف، روحوا اشتركوا فيها لأنه رح ننزل فيديو طويل إن شاء الله عليها بهاليومين. وهيك كان فيديو اليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم. أعطوني فكرة فيديو طويل تاني مشان نعملها معاكم، بحبكم كتير أنا.